رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين مقام سيد من تمسك بكم سلام الله عليك يا رب العالمين سلام الله عليك يا رب سلام الله عليك يا رب وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن وكاد دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن هذه رعاياك تشكو لما نالها هذه رعاياك تشكو لما نالها عظيم المحن تناديك معلنة بالنحيب إليك مرضية للشجن ولم ترمي بطرفك نحوها ولم تصغ منك الأذن غر إمالك المستطيل عداك فباتوا على مطمئن توانيت فاغتنموا فرصة وأبدوا من الأضغان ما قد كمن فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباح الوطن شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريب لمر السفين واستغثنا بك يا فرج الله إن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فنيك الوهن أخر عنك النهوض أحاشيك أن يعتريك الوهن أتنسى مصائب آبائك التي غد منها الركين مصاب الذبيح وغصب الوصف وضلع أمك فاطمة وقتل الحسين وسم متى ذاك اللوين شالي وصالح متى ذاك اللوين شال البيها شم تشيل الروس جعفر وابن جعفر وابو جعفر دهر محبوس مات بمحبسه مسموم وابن الرضا مات بطوس الجواد وصاطر الكاظم وبغور لبسه مره المثلك ابد ما نام دينه ولا شاف المنام وغمضت عينه زيانة والرباب تنوح وسكينة وتتفرج عليه الهند وسوين بحشاك النوايب غدت شطار والهم مرد قلبك يراح الثار أول جرح كسر الضلع والمسمار ومغيبك يا ابني الحسن تعني
على العز الإمام سلام الله عليه ونخاطبه بهذا الخطاب. علم منصف الجمهور، علم يهجم على الدار، علم حضب سد الباب، علم تشب فيه النار، علم ينبت البسمار، الخلب كرد رب بسمار، علم والضلع كسره، علي من عصوا الزهرة، علي من بجت من عاها تنوح ونعت والدها، مدينة أصبحت مرتدة ولا واحد يساعدها، حمر عينها ويلا وكسر الضلع جايدها، علي من ماتت الزهرة لا صرخة ولا رنة، علي باللي أغسل نعم عندك خبر منه، دفنها وضاع مدفنه وياه ينشد عنه، أبد ما يندر لليوم وانت اليوم بيها قرى، علي من علي من عمد، علي من عمد مير الشام بالسم وفتن جعده، علجت للحسن بالسيم وعملت من بعد مده، جبد بطش ذبها وجبد المصطفى جبده، لون الفاطم تغير ولون صبغة الخضرة، عنك هالمصايب هاي بشراك الصبر خلهن، لكن عملت كربلا عدت على بن الجرن كلهن، شخصك ولو بيهن فالمن صبره وما تحملهن، هين كل امر وحسين هذا الما يهون امره، كلكم وياي علي من جاسم العريس في اول دم مخربين، والاكبر نور عين حسين تراب الثرى وسبينه، علي من قطع جفوف ابو فاضل وسهم اللي طفى عينه، ورضيع الجان بيد حسين ذبحوه على صدره، علي من سيدي بصالح، علي من حاط به الجيش حسين المعمر السامي، وقف ما بين الصفوف يصيح وين اللي يسجي الضامي، وحق جدينا بالمرسل قلب من العطش حامي، ما غير الرمح والسيف منهم والسهم يترى، عليها سيوفها صبت ضربة وفوقها ضربة، عليها رماح شبجت حربة وفوقها حربة، خذ ذنبي ابو صالح لكن سهم بقلبه، بجع لي اسم من دم وضرت بالسم الحمرة، علي من بالطفوف حسين دمع للثرى تبدى، وذبحه واحد وسبعين من قهره واهل وده، يوم الحزن يوم حسين على يوم النبي عدى، ليل نهار هالناعيب عملت كربلا يقرا، يا ريت ومن الصبر دمع عيناك
وكان كل هم المعتمد العباسي هو أن
يتخلص من الإمام الحسن العسكري. الآن قل ليش أن هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من الأئمة؟ بالحقيقة قضية واحدة فقط، مو في حال توصيل آني. السبب في ذلك أن المناوئون لأهل البيت صلى الله عليه محمد هم في الحقيقة مفلسون فكرياً، ولا يوجد بعد روحي بينهم وبين المجتمع. يعني المجتمع في الحقيقة إذا يريد أن يتذكر المعتمد العباسي أو المتوكل العباسي أو غيره المعتز أو المستعين، فماذا يجب في سيرتهم غير في الحقيقة المجون، شرب الخمر، الابتذال، الشهوات، الملذات؟ في الحقيقة ماكو بعد غير هذا. فهذا في الحقيقة هو بعد شيطاني تلبس في سلوكهم، يعني سلوكهم سلوك شيطاني. وكل إنسان في الحقيقة يكون صراع في داخله، إما شيطاني وإما رحماني. فأي معسكر يغلب إذا غلب الشيطان في نفس الإنسان فإن السلوك يكون سلوك شيطاني، وإذا غلب السلوك الرحماني يكون سلوك الإنسان شنو؟ سلوك رحماني إلهي رباني. وأنا في الحقيقة أكد على الكلام أني مو في حال صدر التفصيل، ولكن أتمنى أننا في هذا اليوم، يوم الإمام الحسن العسكري، أن نستلهم ولو حجاية هذه الكلمة، ننجي بها أنفسنا، نتمنى، قول يا الله، أن سلوكنا الداخلي، الصراع الداخلي اللي في أنفسنا، طبعا في نفس كل إنسان يحدث هذا الصراع بين الرحمن وبين الشيطان، نتمنى أن الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآله، بحق هذه الليلة، أن ينتصر في أنفسنا، في داخلنا، هو السلوك الرحماني الإلهي. سيجعل الفضل السلوك الرحماني الإلهي الرباني. والقرآن واضح في هذا الجانب، شوي انتبه حتى أختم المجلس، جزاكم الله خير. والقرآن واضح، يعني ما يحتاج لك يجيك مفكر يفسر لك القضية، أو متفلسف يبين لك الموضوع، أو منظر، أصلاً كل هذا ما يحتاج. القرآن واضح في قوله تعالى: إنا هديناه النجدين أو السبيلين، إما هديناه يعني عرفناه، إما شاكرا أو كفورا. إذا الإنسان يريد يعرف، إذا يريد يعرف، أما يريد يغمض عينه ما له شغل. إذا يريد يعرف أن المنتصر في داخله هو الله أو الشيطان، هذا واضح لو مو واضح؟ جاوبنا واضح. شنو علاماته؟ شوف 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 علاماته. إذا كان هذا الإنسان حاسداً، أعوذ بالله، فليعلم أن المنتصر في داخله هو منه؟ هو الشيطان. أعوذ بالله. إذا كان الإنسان في الحقيقة متكبراً، فالمنتصر في داخله ليقود منه؟ مو الله، هو الشيطان. إذا كان بخيل حريص جشع، أعوذ بالله، فليعلم أن اللي يقول منه شيطان. إذا كان هذا الإنسان عنده فتن، والفتنة أشد من القتل، وعنده قيل وعنده قال وعنده، أعوذ بالله، كلمات يفرق بها الناس ويجعل الغلظة في القلوب والكراهية والعداوة، فليعلم هذا الإنسان أن اللي يتحكم به منه، يتحكم بي، أعوذ بالله،
السلوك الشيطاني، أي بمعنى يتحكم به الشيطان. لكن بنا عباد الرحمن، من هم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هذول هونا، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلى أن يقول ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى الثعبان. أحسنت. فهنا يا أعزائي، طبعا هنا الآيات إلى أن إلا من تاب وآمن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. ترى التوبة سهلة لا صعبة؟ لا مو سهلة التوبة، لها توفيق، صعبة التوبة في الحقيقة. ولذلك القرآن يقول سارعوا حتى الله يدفع عنا البلاء، أعوذ بالله. وهذا الذنب حتى لو يتوب منه الإنسان إذا ما صادق يكون إلى أثر في الحقيقة يقتص من هذا الإنسان إما في الدنيا أو الآخرة. نسأل من الله أن يجعل قلوبنا تتوجه إلى الله، هذا اللي يحب نفسه، اللي يحب نفسه يتوجه إلى الله. أما في الحقيقة اللي يهون عليه نفسه تعذب وتهان وتداس في الحقيقة على شيء آخر. على كل حال، فإذا لأن هؤلاء سلوكهم سلوك شيطاني، أعوذ بالله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فكان يعرفون أنه لو يرفعون الخناقة والاحتواء عن أهل البيت سلام الله عليهم والعزلة عن الناس، ففي الحقيقة لما بقى لهم بقية فرأوا أن بقى ملكهم وسلطانهم هو بطريقة واحدة، هو أن يشتثوا أهل البيت سلام الله عليهم. الإمام الحسن العسكري في الحقيقة يعرفون من هو الإمام، وطبعا هذا أيضا في كلام في أحاديث في مواضيع، بس أنا ما أريد أطول الكلام. كما يذكر القرآن يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأول من بشر الإمام الحسن العسكري والأئمة الاثنى عشر هو نبينا المصطفى محمد. وفي هذا أحاديث كثيرة، أما بالتنبيه وأما بالتصريح، يذكر العلامة الحلي وغيره أنه 700 رواية فيما يتعلق بالأئمة الاثنى عشر وجل أصحاب النبي يرويها الغدير. هذه الروايات الأمينة في الغدير تكون روايات عجيبة فيما يتعلق كيف أن النبي بشر بالأئمة الاثنى عشر. ويذكر كذلك ابن حجر الهيتمي في صواعقه وغيره 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 الكثير. قلت لك أنا في مو في محل تحليل للكلام، عندما أشير إلى إشارات. ومن بين من عظمه الله هو إمامنا الحسن العسكري، عليه أفضل الصلاة والسلام. وعانى الإمام معانا من براهنة زمانه، من سجون ومن تعذيب ومن تهويل، وظهرت على يديه المعاجز والكرامات البائرة العظيمة التي أبهرت حتى أعداءه وخصومه، ورأوا بأم أعينهم تلك الكرامات للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو ثمة مجال ذكرت لكم شيء من معاجز الإمام، ولكن أنا أختصر المجلس حتى لا أطيل على كذلك سماحة السيد إن شاء الله وجوده الطيب. فهنا أيها الأحبة يقول فما حدث بال، يعني دول بداية يشوفون دول الكرامات، من يشوفون هاي هذه المعاجز بدل أنهم يخضعوا للإمام، لا، يقول ازدادوا عناد للإمام وخوفا من الإمام الحسن العسكري، ومن فك عنه المعتمد العباسي حتى دس السم القتال إلى إمامنا. في مثل هذه الليلة إمامنا الحسن العسكري بن عززها سلام الله عليها، ونحن في جوار الإمام الحسن العسكري
إمامنا في مثل هذه الليلة أعرف جبينه سكن أنينه مد يديه أسفل رجله تلفظ شهادته وغمض عينه وقضى نحبه مسموما شهيدا رحم الله من نادى اليوم سامر ذبت مرجوله والله اليوم أبو محمد غريب الدار جنة أبو محمد
وطلعت العقيلة زينب: أنا بخير
وسحصيل المهور يصيح يا زينب ترى يفوت الامر الجرح عفت بالجوشن على ذاك الصدر ركب وانا بالاثر جاريت خاطر الامام الحسن العسكري هل يذكركم تقرون بها وانا اقسم على الزهراء بخاطر الامام الحسن العسكري خاطر الحسين ان سيدتي فاطمه تقضي حوائجها تشفع الى الله بس اريد واحد يرد على الثاني شاركوني بالعزاء ارد اسمع صوتك مع العقيده زينب ركض جدال بالمهر وثرب خطاها ومن عيون الناس اتخفى بذرا اعثر واوقع قمت بالمسلحة لما الحياد مذبحك جيت وصلت العقيده وصلت بس شلون حيلت هالمره انا بستري وهو لازم خنجره شلون اشوف ابن امي ينحز من حره ريت قاطع قلبي الحزيلت دوي 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 يا الله حرمه وعلى حسين ملتم السيوف من رخصة الزهراء صعبة هاي الحجاية هذه الحجاية بكت لها السماء والأرض وما شنها حرمه وعلى حسين ملتم السيوف والشمر يذبح بخي وانا وين توجهت؟ درت وجه للمدينة وقمت اصيح يا رسول الله هذا ابنك نبي يلي رديت عليه وصدر الجريح انا اخوي حسين ما رديت قلت رد حسين يا عفت جثة مقشرة وبالدم تفوج وموزع على القاع ما لميت الجرع عليها انقطع قلبي من بعد قطع النحر نصب الحوم ونص على النهر حش حيدر لون خيته يعتذر ودوت نار البيها حرقه وبيته شلون عد لو شافت عيون الذبح وشفت راس الشال بسنان الربح وبالجسد 1900 جرح والرمح طوب الدهر ما طوب الدهر ما شرى مشيت للعرق ونداتة وراعي المروة تعذر اخته لعين العم ولا جان شفته مخبط سيدتي زينب لقيت
جمر ثانركم وانت على صدر خي وحزركم حجر انا قضيت كل عمر حزين انا زينب واخت حام الضعيف دول ابن الزمان اخلاف عينا يطبقونا ونشوف بدينا بعد إلك هنا نهتم وياك بالعزاء تقول من الشمر مجبل علي صوتك وياك جرى لن الشمر مجبل علي دفعنا على لسان العقيلة والنية يا ظالم لا تحز الراس والنية يا برخ الأول يبطل حسين أي والنية لا لعل خوت عتب والنية يا عتب للبلغري الحق علي إلهي بوجه الزهرة شافي كل مريض إخواني القائمون بهذه الخدمة أرهب خيرها في الدنيا وسماحة السيد ملكي الله يحفظه ويجمع شمله الخير وهذه مثل ما جمعنا بذول الإخوان المؤمنين الطيبين بوجه الزهرة أسأل إلى الله أن يقضي حوائجكم تغسل استقبل سيد الحميد بالصلاة على محمد وآله محمد.